شو صار معك من بعدها؟ طلعت على أولى تخت بمستشفى تنورين الحكومة. وصلت لفوق كمان ما فوتوني على عمليتي ولا طلع الحكيم أصلاً قبل ما يشوفوا 5,000 دولار على الطاولة. كان عم بيجزر بجبال ناطرنا تحت 5,000 تحت ليطلع تنورين. وأنا عم بترجيهم، يعني تخيلي أنا مكسور ظهري يعني على المورفين، عم قلهم بليز فوتوني على العملية. فبس قدرت أمن 5,000 دولار من قرايبيني ومن النايب، الله يوجه لهم الخير. قدر يطلع الحكيم، طلع بس دقوا له من الريسبشن وقالوا له صار في 5,000 دولار على الطاولة. فطلع الحكيم وصلت على العملية، عملتها، طلعت من العملية كانت بعدنا تحت تأثير البنج. فهيدا خي خبرني إياها بعدين بس وعيت، قال لي خي أول كلمة قلتي لي إياها إنه الحكيم قال لي ما بقى حتمشكل حياتك. وهون بلشت حياتي الجديدة. شو شكلها الحياة؟ الحياة هون أنت صار في شلل. إيه هون أنا مشلولة، بس أنا ما بعرف شو الشلل. أنا وعيت من العملية قلت إنه هلأ جرين بنجين، هلأ بعد شوية وقت وبرجع بحس فيهم. يعني كيف التم بيبقى منبنج من الدرس؟ قلت انه هيك انه شوي مبنجين، هلا يلا شوي شوي نهار ولا نهار على الفيزيو برجع بحس فيهم. هيك انت ما كنت عم تحسي بال من خسرتي ونزول، من خسرك ونزول. والحكيم فوق الفيزيوثيرابيوت اللي فوق بتنورين الحكومه قال لي شهر ونص ترجعي لحياتك طبيعيه. هون أخذت أمل. أكيد هون أخذت أمل كبير، وهيدا it was a good step. لو كانت كذبة بس كانت step منيحة. ما قالوا لك دغري أنت مشلولة وما رح تمشي. أكيد أصلاً ما بحق لحدا يقول إنه مشلول وما بيعود يمشي، لو حتى هو مشلول وما بيعود يمشي، لأنه مش لازم يقول الحقيقة طبيب أو لا، لأنه ما حدا بيقدر يعرف بالجسم، لو حتى طبيب بالشلل هول أعصاب مثل شرايط كهرباء، ما حدا بيقدر يفوت عليهم لجوا. حتى الحكمة، مع احترامي لكل الحكمة، بس ما في حكيم يجي يقول انت حتضلك مشغول كل حياتك وانت لا، لانه على الفيزيو على الحركة والجسم ممكن يرجع الاعصاب يعيشوا، ممكن هيدا بيقولوا الطب. ريبيكا ام انت صح بيقولوا الطب. هلا اكيد كل فراكتير بتفرق عن فراكتور، وكل الكسر بيفرق عن كل كسر طبعاً. بيفرق عن كسر. ايه بس لو قد ما تكون الحاله صعبه، انا ضد انه يجي ينقله للشخص انت انتهت حياتك.